الجميع يعلم أن الأستاذ محمد سلطان هو الرئيس الفخري لمهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة، وأيضا الأستاذ الفنان هاني شاكر هو الرئيس التنفيذي لمهرجان القاهرة للأغنية. أهلا بكم. قمة الفن إحنا بنتمتع بيها في هذا المهرجان. واخرها اغنيته الرائعه صوره ام الدنيا. Jury Appreciation Award 2015 goes to the superstar حميد الشاعري رائد. فنانه موت من باقي البشر. من سياسة رئيسنا المشير السيسي. تحية لرئيسنا ورئيس وقائدنا وزعيمنا والمشير السيسي، لأنه الحقيقة لو قلت بقى النهاردة أرجع تاني على السياسة الخاصة باتحاد المنتجين العرب على الساحة العربية، لو شفنا الخطابات الإعلامية للرئيس السيسي هتلاقي كل نشاطاتنا هي عبارة عن إشعارات بنشعر بها من بين طيات كلام الرئيس السيسي. مثلا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا مش هطول عليكم، لكن ان شاء الله ابتداء من الان لغاية حفل الختام عندنا فعاليات كتيرة، منها اليوم الفلسطيني، اليوم الكويتي اللي هو ملتقى الاعلام المصري الكويتي، عندنا يوم 13 ملتقى الاعلام، وده كمان كلمه لسيده المسرح. معقول وانت على خشبه المسرح ما نسمع منك كلمه؟ انا عايز اقول ان انا سعيده جدا جدا الليله، ان انا شايفه الجمع الجميل ده والتظاهره الجميله دي، واللي قلما الواحد بيقابل الموهوب اللي الواحد بيحبها واللي حاسس ان هم بيحبوه برضه. ربنا يديم الحب لينا، وكل سنه وانتم طيبين. انتوا في مجال الفيديو كليب وتطويره. Best Director of Photography, DOP Award 2015.